وللحديث حول عودة انتشار وباء كورونا في شكل متحور يهدد بإغلاق جديد للعالم، ينضم إلينا عبر سكايب من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك معنا دكتور عرفان. مساء الخير على جميع المشاهدين الكرام، يعني مساء الأنوار دكتور. حالة جديدة من الفزع يعيشها العالم اليوم كما تعلم بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا المتحور. السؤال هنا، ما ماهية هذا المتحور الجديد وما هي أعراضه ومدى تأثيره أيضا على الإنسان؟ هذا المتحور الجديد تم اكتشافه في بوتسوانا في الأسابيع القليلة الماضية، يعني أسبوعين الماضي، وتم الإعلان عنه خلال الأيام الماضية. عدد الحالات في تزايد في دول أفريقية، 6 دول أفريقية، وهذا يثبت على أنه سرعة أو معدل الترانسميشن أو معدل الانتقال ما بين شخص إلى آخر يكون جدا عالي مقارنة ببقية الأنواع. لحد الآن ظهرت متغيرات كثيرة في لهذا الفيروس، 4 في عام 2000 أو الآن لحد الآن 4 في عام 2001، وهذا بما يعني هذا يدل على أنه هذا الفيروس له سلوكيات متعددة في الهروب من الجهاز المناعي، وبالتالي تكون له القابلية على إصابة عدد كثير من المرضى. وأيضا نقدر نعتبر أن الوضع الصحي في تلك الدول أيضا يعني ساعد على انتشار مثل هذه الأمراض. دول مكتظة بالسكان، لا تمتلك جهاز وقائي صحيح، ممكن تصير بها هاي الإصابات. أنا شايف بوتسوانا وشايف وراء. طيب عفوا، ما الذي يعني يختلف عن يعني ما الذي يوجد به ويختلف عن سابقاته؟ لماذا هو أكثر خطورة؟ ما الذي يميزه؟ هو الجهاز المناعي حتى يتعرف على الفيروس، يتعرف على السبايك بروتين اللي موجود خارج الفيروس. هذا الفيروس الجديد صارت به طفرات بهذا البروتين، وبالتالي الجهاز المناعي يعني صار من النوع احنا نسميه مشوش، لا يعلم ما يعني من شنو اللي صار. صار في كثير من المرضى اللي هم ملقحين اصلا يعني حصلت هذه الاصابات. نعم، بالنسبة للعالم هل ترى أنه قادر الآن يعني الذي بالنسبة للدول التي يعني برزت في صنع اللقاحات لفيروس كورونا، هل ترى أنها ذاهبة باتجاه ابتكار لقاح لهذا الفيروس أم أن الوقت لا زال مبكرا؟ الوقت لا زال مبكرا، هذا رقم واحد. رقم اثنين أخي العزيز، كل المتغيرات اللي حصلت في السنتين السابقتين تلاشت، يعني كل متغير يجي ياخذ فترة وبعدين وراها يتلاشى. لا نعرف الآن ما هو السلوك الحقيقي لهذا الفيروس. مثلا المتغير السابق سلوكه هو انه يصيب صغار السن، يعني الأعمار الصغيرة، لكننا لحد الآن ما نعرف ما هو سلوك هذا الفيروس، لكنها تتلاشى. تبقى نفس الميكانيكية بالنسبة للقاحات، هي تبقى هي نفسها، هي وحدة، يعني اللقاح من يأخذ الإنسان العادي هو يوفر له حماية. يعني أما كثير من الناس، يعني مثل ما نعرف في بريطانيا أكثر من 20% من البوبليشن ما ملقحين، وهذا أدى إلى حصول كثير من الإصابات، مو هذا الفيروس، لا يعني مو هذا المتغير، المتغيرات السابقة، وحصلت وفيات. اليوم شفنا حالتين وفيات عندنا بالمستشفى بسبب غير ملقحين. فاللقاح مهم جدا، اللقاح ضروري للحماية من هذا الفيروس، من كل أشكال الفيروس، حتى وإن هرب هذا الفيروس من الجهاز المناعي، لكنه الفكرة من اللقاحية عدم حصول المضاعفات، التقليل من حصول المضاعفات. نعم، بالنسبة للدول الأوروبية وغيرها من الدول يعني سارعت إلى اتخاذ إجراءات احترازية، هل ترى أن هذه الإجراءات لربما تبدو كفيلة لإيقاف انتشار هذا المتحور الجديد؟ أنا شخصياً أخي العزيز غير متفائل من هذا الموضوع. شركات الطيران رجعت إلى عملها الطبيعي وكأن شيء لم يكن.
اللي صار انه احد المصابين تم اكتشافه اللي هو كان في جنوب افريقيا، اكتشف في هونغ كونغ، اليوم سجلت اول حاله اصابه في بلجيكا. بريطانيا لحد الان لم تعلن عن هذه الاصابات، عن هذا النوع من المتغيرات من الفيروس، لكن متوقع جدا ان تحصل هذه الاصابات ينتقل، لانه الدول الان شويه مثل ما نقول عليها رخت من الضوابط، قللت من الضوابط في عدم انتقال هذا الفيروس، وبالتالي انا اتوقع هنالك ازمه جديده، ازمه اقتصاديه وصحيه جديده قد تضرب في كل دول العالم وبضمنها الدول الاوروبيه. الا تعتقد ان الدول يعني قد اتخذت العبرة من فيروس كورونا، يعني منذ ظهور أول إصابات فيروس كورونا، ولربما تسارع الآن بأخذ الأمور بجدية ومسارعة إلى إغلاق والتدابير الاحترازية أيضا؟ الإغلاق أخي العزيز يحصل عندما يكسر عدد رقود المرضى إلى المستشفيات. متى يكثر عدد رقود المرضى في مستشفيات في كل دوله، بحيث تصبح الدوله او مستشفيات الدوله او العنايه المركزه غير قابله على ان تستوعب اكبر عدد ممكن، فيتم غلقها. الان تم يعني في بريطانيا بسبب الناس الملقحين منع تقريبا 230 ألف من المصابين من الرقود من المستشفى، لأن أعراضهم ما كانت تستوجب الرقود. ما معنى أنه اللقاح واحد من العوامل الرئيسية اللي تمنع تكاثر الإصابات، لكنه أنت في بلد مثلا في بريطانيا أكثر من 20% من عندهم غير ملقحين، إذا 500 ألف من هذول 20% أصيبوا راح تصير كارثة في البلد. نعم، إذن الدكتور عرفان يونس الشمري كنت ضيفنا عبر سكايب من لندن، أنت الأخصائي في طب الطوارئ، شكرا جزيلا لك.